أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة التي تنتجها طاقم شؤون المرأة ولجنة الانتخابات المركزية والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية. هذه الحلقة اليوم سنتحدث بها عن عضوية المجالس المحلية، تحديدا النساء. سنعرض فيها تجارب النساء في الهيئات المحلية، وأيضا سنركز على منطقة مهمة في فلسطين في الضفة الغربية، وهي منطقة الأغوار وتحديدا طوباس والأغوار الشمالية. رغم إقرار المجلس التشريعي تعديل على قانون 5 بشأن انتخابات المجالس المحلية لسنة 1996 بما يشمل تخصيص كوتا نسائية بنسبة 20%، إلا أن المشاركة ما زالت متدنية، خاصة في انتخابات المجالس المحلية لعام 2017، إذ وصلت النسبة إلى حوالي 19% بعدما كانت 21% عام 2012. تشكل الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية، يعيش فيها أكثر من 56 ألف مواطنة ومواطن، وهو ما نسبته 2% من مجموع السكان في الضفة الغربية. تضم الأغوار 27 تجمعاً فلسطينياً تتبع لثلاث محافظات، وهي طوباس ونابلس وأريحة. سنركز اليوم على طوباس وتحديداً أيضاً على منطقة عين البيضة. تقسم مناطق الأغوار وفق اتفاق أوسلو إلى مناطق ألف، ونسبة مناطق ألف 7.4% وباء نسبتها 4.3%، ومناطق جيم هي النسبة الأكبر تبلغ مساحتها أكثر من 88%. إذن أكثر من 88% من مناطق الأغوار مصنفة جيم. نرحب بالضيوف الكرام لهذا اليوم. نرحب بالسيدة ليلى سعيد أسعد، رئيسة اتحاد المرأة في طوباس وأيضا عضو اللجنة الشعبية لمخيم الفارعة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع. أنا في الواقع سعيدة جدا أني أكون في هذا المكان. أولا هو الأغوار وعنوان صمودنا، ويسعني جدا أن أقدم التحيات والتقدير لكم لاهتمامكم بهذا الموضوع لمدى أهمية هذا نعم. الموضوع. نعم أستاذ ليلى، يعني شكرا جزيلا، وأيضا نرحب بالأخت إيمان أبو مطاوع عضو مجلس بلدي طوباس السابق، وأيضا السيد عمر فقها رئيس المجلس المشترك للأغوار الشمالية. بداية بدنا نعرف بدور المجلس المشترك للأغوار الشمالية، شو المقصود فيه؟ أول شيء سعد مساكم جميعا في الأغوار الشمالية وتحديدا بقرية عين البيضة. المجلس المشترك هو عبارة عن مجلس بيضم 4 قرى اللي هم المالح والمدار البدوية اللي أنتم مررتوا بها وأنتم نازلين من طوباس، ومنطقة كردلة وبردلة وعين البيضة. المجلس المشترك هو مجلس يعني بالمشاريع والتنموية للقرى الأربعة، يعني هو دوره مشاريع تنموية من مساعدة الأهالي القرى الأربعة. يعني المجالس القرى الأربعة هاي تتبع للمجلس المشترك. يعني هو بيختص بدوره بالمشاريع وتقديم يعني المشاريع التنموية للقرى الأربعة. بعيدا عن عمل المجالس المحلية أو أدوارها الخاصة في كل قرية على حدة. نعم أهلا وسهلا. حياك الله. ننتقل إلى السيدة إيمان أبو مطاوع. نتحدث، أنت كنت عضو مجلس بلدي سابق في طوباس، الدور اللي لعبتيه في مجلس بلدية طوباس. يعني منذ تولينا إحنا عضوية المجلس في بلدية طوباس، وكانت من 2005 لغاية 2011، يعني الدور بشكل كامل هي مؤسسة خدماتية أول، يعني تعنى بشؤون خدمات مياه وكهرباء وبنية تحتية. إحنا أنا كنت كعضوة كنت أشارك بكل الفعاليات أو الخدمات اللي تقدم للبلدية، تقدم للمواطنين بشكل عام. يعني ما في بس، لأنه المجلس البلدي كان فيه عدة لجان، يعني ما كنت بس أروح لجانب اللي له علاقة بالمرأة والطفل، لا، في عنا مثلا لجنة التنظيم والبناء، في عدة لجان، أنا كنت جزء من هاي اللجان بشكل عام، ما كنت بس أركز على جوانب المرأة. جميع يعني خليني أحكي
الخدمات ايضا هي تمس النساء. طبعا جزء اساسي يعني المي والكهرباء لها علاقه بالنساء، البنيه التحتيه لها كمان علاقه بالنساء، مشاريع الطفل والمراه لها علاقه بالنساء، الصحه لها علاقه بالنساء، كل المشاريع لها علاقه بالنساء. ننتقل للسيدة ليلى سعيد أسعد رئيسة اتحاد المرأة في طوباس وأيضا عضو اللجنة الشعبية لمخيم الفارعة، نتحدث شوي عن المشاركة السياسية في طوباس، دور المرأة في طوباس. بالنسبة لدور المرأة في محافظة طوباس بشكل عام أنا بعتبره أنه لا بأس فيه، هناك كم من الأخوات قادرات انهم يوصلوا للبيوت وقادرات انهم يمكنوا مجموعات اخرى من النساء ومجموعات اخرى ايضا من الفتيات الشابات، واحنا في هذه الفتره ركزنا جدا على الفتيات الشابات على اساس انهم لازم ياخذوا دورهم، لازم يكونوا هم لهم الحضور الجيد. بالنسبة لانتخابات البلدية سواء اللي راح تحصل بست 12 أو بالفئة الثانية اللي هي A و B اللي هي بشهر آذار، في الواقع إحنا كاتحاد عام للمرأة فرع طوباس كنا معنيين إنه مين اللي يختاروا حتى يكون لهم دور وحتى يستفيد المجتمع، أولا بشكل خاص المرأة تستفيد منهم وأيضا بشكل عام المجتمع بشكل عام. أنا بديش أخفي عليكم وأخفي على الجميع إنه عنا طوباس كحالها كحال باقي المحافظات، هناك نسبة لا بأس فيها تعتمد على العشائر. طيب نسمع من وحي التجربة من واقع التجربة، شيماء شو التحديات اللي واجهتك؟ عندنا هنا يعني نسبة الناس يعني نسبة النساء مش يعني مش يعني بحبوش مثلا انهم مثلا يعني يشاركوا او يفاعلوا او يعني بحبوا هنا النساء يعني بحبوش يظهروا او انهم يشاركوا في اعمال كبيره او زي هيك، يعني بحبوا يعني بحبوا يشتغلوا اشياء من بدون ما يظهروا او بدون ما يشاركوا في اعمال كبيره، يعني بحبوا يتضمنوا خلص شغلهم في مزارعهم في اراضيهم، في ما بحبوش يعني يشاركوا في اعمال اكبر او علاقات او مشاكل مع السياسي او أو المستوطنات. شو السبب طيب برأيك؟ إحنا هنا في منطقة يعني بتعتبر بعيدة عن باقي المحافظات يعني وقريبة علينا المستوطنات، بتحس يعني ما فيش يعني مركز تدخل منه لباقي المحافظات، إحنا يعني تضم آخر بقعة من طوباس يعني أو فيش رابط بين باقي المدن، يعني تحس بعيد شوي او عين البيضه بتحكي بعيد عنه، يعني بتحس يعني فيش مثلا منها تدخل لمنطقه ثانيه او بلده ثانيه، بتحسها يعني على جنب، او بحس اعتماد الناس كلياتهم على الشغل والعمل او مراكزهم دائما لطوباس، يعني دائما كل شغلهم لطوباس بيجوا عنا هنا في المجلس بنتوا دورات بناخذ دورات للمرأة وللمشاركة ولا نعم. طيب أستاذ عمر، يعني في وضعية خاصة لمناطق الأغوار خليني أحكي، خصوصا أنه أكثر من 88% إحنا بنحكي مناطق تصنيفها جيم، هذا يمكن فرض خصوصية معينة لها مختلفة عن المناطق الثانية، نوضح أكثر في ضوء ذلك شو التحديات اللي بتواجهها المنطقة؟ يعني المنطقة منطقة مستهدفة بشكل كامل يعني، وأنتم أكيد تسمحوا يعني يوميا من التحدي من المشاكل اللي مع المستوطنين واعتداءاتهم اليومية والهمجية، وكل يوم صار يطلع لنا بؤرة جديدة من اثنين أو ثلاثة ويحطوا شوية غنم ولا برك صغير ويقعدوا، وسمعتوا أكيد عن موضوع حماة التلال اللي وزعوهم جديد برضو، وأغلبهم من القادمين من قطاع غزة كانوا في غزة وناس شرسين جدا، وهذا الإشي يعني صار يضايق الناس وحتى ينفرهم من الوجود في أراضيهم. التحديات يعني أول شيء إحنا بطلنا نقدر يعني نكون في أي مشروع في المناطق الجيم،
مشاريعنا دائما معطله من انعكس على الخدمات وتقديم. طبعا لانه انت ما بتقدر تحط اي شيء على الارض، ممنوع، حطيته بشيلوه. يعني احنا هون في عند مثلا على مستوى عين البيضه بس داخل القريه اي شارع زراعي نيجي نقوم به بيجي بيهدمونا اياه، الا بده يكون بتنسيق والى اخره. واحنا طبعا يعني ما صعب انك تقدر تنسق الاراضيك لمزارعك لبيتك، طريق تروح من مزرعتك على بيتك بدك تنسق تعمل طريق تفتح طريق لهذا الشيء. إذا اشتغلت بدونهم بدهم يهدوا لك. شو المطلوب بوجهة نظرك يعني؟ يعني أو كيف ممكن هاي تنحل هاي المشكلة؟ بصراحة بدها شوية تسليط الأضواء أكثر من هيك. يعني نحن لو إذا بنكون صادقين بدنا الأغوار بدها اهتمام أكثر من هيك. شعبي وإعلامي. شعبي وإعلامي وحتى مؤسسة حكومي. طبعاً يعني إحنا لا ننكرش انه الحكومه قائمه بواجبها قدر المستطاع، ولكن في يعني نواقص كثير للمنطقه بشكل عام وفي تقصير. نعم. طيب ننتقل لإيمان، واقع تجربتك في مجلس بلدي طوباس، شو التحديات اللي واجهتك في المجلس؟ يعني التحديات بلشت من فتره الترشيح، يعني زي ما حكت قبل شوي زميلتي انه احنا طوباس يعني طابع عشائري، تم اختياري من قبل العائلة في البداية. الاجتماعات واللقاءات يعني انا ما كنت اشارك صراحة من البداية، بس وحتى في بداية يعني بداية تولي المجلس كان عدد الاعضاء 15 ككل، 13 رجال وإحنا كنا نساء تنتين. فكمان يعني في صعوبة أول إشي لتقبل المجتمع، إحنا كبنات لما بدهم يتوجهون لأي خدمة لأي سؤال لأي إشي. بعديها شوي شوي بلشت الأمور بشكل أفضل، لأنه إحنا بلشنا يعني أنا بلشت أكسر هاي الحواجز إنه أشارك يعني بالفعاليات بالأنشطة بالزيارات، يعني أحاول قدر الإمكان أكون موجودة ضمن هاي الفعاليات. كمان بالاجتماعات، يعني الاجتماعات كانت كلياتها بالليل، فكمان هذا كان تحدي. بتعرف احنا مجتمع كمان يعني مجتمع عائلي، انه البنت يعني تطلع بعد المغرب وتضل لفترات، فكمان هذا في تحدي يعني مش سهل بالمرة. لحد شوي شوي الأمور بلشت بشكل أفضل. كمان يعني أنا طبيعة عملي ميداني، علاقتي في الناس، يعني هذا كمان أعطاني شوية دافعية أكثر بالعلاقات الموجودة مع الناس والتواصل بشكل أكبر. ننتقل لأستاذة ليلى، يعني كمان أنت غير دورك رئيسة اتحاد المرأة في طوباس، كمان أنت عضو لجنة شعبية لمخيم الفارع. مخيم الفارع هو مخيم موجود في طوباس، شو المختلف بأنه اللجنة الشعبية عن البلديات والمجالس القروية، خلينا أحكي في الحياة الخدماتية أو السياسية؟ اللجنة الشعبية في مخيم الفارع عنوانها الرئيسي خلينا نقول سياسي، وحتى تتم اختيار أعضائنا من خلال الأحزاب السياسية. لكن هذا إشي إيجابي ولا سلبي؟ أنا بعتبر سلبي، لأنه في كتير عندما نيجي نجري عملية الانتخابات للجان الشعبية مش كل المخيم اللي بيشترك في بس المؤطرين بس المؤطرين، وهذا بدل على انه شوية تهميش من للمجتمع، مع الرغم انه المجتمع في الفترة هذه واحتمال يصير تغيير، انه المجتمع والشعب هناك على تواصل دائم مع دائرة شؤون اللاجئين. طبعا السقف الاعلى للجان الشعبية للمخيمات هو دائرة شؤون اللاجئين، واللي بيشرف عليها دائرة شؤون اللاجئين مع دعم السلطة طبعا للجان هذه. فاللي بدي أحكيه أنه حتى إحنا دورنا خدماتي أكثر من باقي البلديات. يعني اللجنة الشعبية إذا في بيت انهدم لازم إحنا نشرف عليه
ولازم نعمل بأي شكل من الأشكال نرممه. إذا كان في هناك عائلة مش قادرة إنها تعيش لازم نشرف عليها ولازم نتواصل معها. خدماتنا على تواصل يعني خلال 24 ساعة. فلكن أنا اللي بدي أحكي لك إياه معلش يعني بدي أميل شوي لدوري أنا كمرأة في اللجنة الشعبية. يا جماعة دور مهم جداً وله أثر كبير جداً، لأنه هناك معظم الأخوات لا يستطيعوا أنهم يشرحوا مشكلتهم لرجل. طبعاً في عنا عادات وفي عنا تقاليد، فعندما يعرفوا أنه ليلى أو غير ليلى موجودة باللجنة الشعبية بتوجهوا أيوة بتوجهوا للأخت اللي موجودة باللجنة الشعبية وبتواصلوا معها. إحنا طبعاً بنطرح هذا الموضوع على الطاولة وبنكون معنيين قدر الإمكان في حل هذه المشاكل. أنا بحب إنه يكون مش بس 20%. قبل تقريباً 10 أيام افتتح سيادة الرئيس أبو مازن المقر اللجنة المركزية للانتخابات، وكان من خلال كلمته نوه للمرحلة القادمة لدور الشباب. إذا حدا حضر الخطاب نوه لدور الشباب ونوه لدور المرأة وحكى إنه إحنا اعتمدنا مش 20% اعتمدنا كانت المطالبات ب 30% أيوة. من اكثر من مؤسسات كل المؤسسات النسويه معنيه برفع هذه الكوتي، وهذه الكوتي هي في مرحله من المراحل لم تتم اعتمادها. احنا احنا بنشكل 53% من المجتمع المحلي. صحيح. فالمفروض انه يكون مفتوح هذا المجال بهذه النسبه، لكن بحاجه لتمكين اكثر. صحيح. ايضا للمراه. شكرا جزيلا. شكرا لك. طيب ننتقل لشيماء. شيماء احكي لنا عن انجازات حققتيها في عين البيضاء. اكيد ان انجازات اكثر في انه نعزز دور النساء هون وانه يشاركوا في اجتماعات وفي لقاءات وانجازات هون في المجلس اكيد، ومن طريق يعني انه بمساعدتهم وباعطائهم اساسيات العمل عندهم هون، بما انه يعني اكثر اعتمادهم على العمل وشغلهم. واكيد طبعا انجازاتنا في انه بنقف الى جانبهم بوقفه اجتماعيه ونعزز من تمكينهم وقدراتهم في العمل هون، خاصه انه يعني اكيد انه شغلهم يعني تعتبر الاغوار سله الغذاء طبعا اكيد في فلسطين، وانه اغلب النساء هون عاملات ويعني ضغط اكثر على النساء هون. شو أهمية وجودهم في المجالس المحلية؟ أكيد طبعاً إنهم أهمية في إنه يعني بحفظوا يعني وجود بعززوا وجود البلدة وإنه بساهموا في قرارات أكيد في البلد. بس عندنا هنا المشكلة إنه يعني النساء بحبوش يسلطوا الأضواء على نفسهم، يعني بحبوش إنه يظهروا على المناطق يعني بشكل أكبر على ويعززوا من إنه مثلاً إنه تشارك المرأة في أشياء بالنسبة لمستوى يعني. نعم. طيب ننتقل للأستاذ عمر مجدداً، كيف بتشوف المشاركة السياسية للمرأة في المجالس اللي ذكرتها والمسؤول عنها اللي هو المجلس المشترك للأغوار الشمالية؟ شوفك أنا هون يعني ممكن إلي جانب آخر في موضوع مشاركة المرأة. نعم. يعني إحنا مش كرجل. أنا كرجل. كيف بتشوف؟ لا وبصفتي حتى في عضو في المجلس أو حتى رئيس المجلس. أنا مع وجود المرأة في المجلس لأنه دورهم صار أساسي. إحنا عنا شبه يومي معاملات واجتماعات وعلاقات مع المؤسسات الداعمة أو حتى الحكومية، وصار في دور يعني لا يستهان به للمرأة. لازم تكون موجودة وهي تشارك بالقرار وتساعدنا، وزي ما تفضلت حجتنا قبل شوي ست ليلى وقالت انه هي بتتلمس حاجات النساء اكثر وبتحط يعني ايديها على الجرح اكثر من وين احتياجاتهم. ولكن
برضو بدي أعقب على اللي قالت أختنا إنه الأهالي مشكلتهم يعني نشكل برفضوا ما بيحبذوا وجود النساء في الـ في الـ في المجالس، وبنرجع زي ما كنا قبل شوي بيختاروا اختيار عائلي وهذا أكبر غلط، لأنه أنا ما بدي بس تجيب عائلة وتحط، بدي تجيب صبية متعلمة وعندها القدرة إنها تشارك فعلا بصنع القرار وتكون لها دور أساسي وبارز في المجلس، لأنه يعني إحنا عندنا مشاريع لازم يكون المرأة جنب إلى جنب لرئيس المجلس والأعضاء المجلس في اجتماعاتهم اليومية، فبدنا يكون حدا فعلا له دور رئيسي. أستاذة إيمان، ننتقل كمان لموضوع مهم، قديش بتشوفي مهم إنه الفئة الشابة تشارك في المجالس المحلية والهيئات المحلية؟ أنا طبعا يعني من الناس المشجعين والمؤيدين إنه الشباب يكون لهم دور كبير، لأنه يعني احتياجاتهم كمان يعني ولا حدا بيقدر يعبر عن احتياجات الشباب إلا الشباب نفسهم، كمان عندهم أفكار جديدة. يعني ليش إحنا ما يصير في تنوع، يعني مش بناءً على الاختيار بالعمر، لا يكون كمان نسبة الشباب في المجلس نسبة. بتشوفي في تمثيل منيح للشباب للفئة الشابة؟ يعني لا لا، أنا يعني أنا لو بدي أرجع شوي لذاكرتي الفترة اللي كنت أنا فيها في مجلس ما كان عدد قليل جدا، فأنا بالعكس يعني من الناس المؤيدين إنه نسبة الشباب تكون كبيرة. وهذا كمان إحنا لو بدنا نرجع ونتطلع على الواقع، عزوف الشباب حاليا عن الفعاليات عن الأنشطة عن العمل التطوعي ضعيف جدا، لأنهم هم يعني مش شاعرين ماخدين الدور الحقيقي فعلا، إنهم بتمثيلهم بوجودهم معرفة احتياجاتهم، كمان المشاريع تكون خاصة للشباب. طيب نفس السؤال بدي أطرحه على الأستاذة ليلى سعيد أسعد، شو كيف بتشوفي مشاركة الشباب في المخيمات، مشاركتهم في الانتخابات في اللجنة الشعبية لمخيم الفارعة؟ أنا بديش أنكر عليكم أنه إحنا الكبار يمكن إن إحنا دور سلبي على الشباب، خلينا نكون بصراحة. نعم إحنا بنحب الصراحة. خلينا نحكي بصراحة. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال ليلى رئيسة فرع الاتحاد العام للمرأة في طباس، إحنا مقدمين على انتخابات للاتحادات واتحاد المرأة، فليلى يمكن ما تفكرش إنه إنها تطلع تقوم عن الكرسي. طيب ما هو في بين الانتخابات الأولى والانتخابات الثانية حوالي إن إحنا حوالي 12 سنة، هذا بين في كون جيل، هذا الجيل المفروض إنه يكون هو بالصورة والمفروض إنه يكون في إله دور ودور إيجابي، وأنا بدي أحكي لك إنه يستطيع يستطيع هذا الدور أو هذا الجيل يستطيع، وهو بإمكاني أني أنا أمكنه وأجهزه على أساس أنه يمسك الراية من بعد الجيل السابق. بقدر أقول أنه لا وجود للفئة الشابة في اللجنة الشعبية للمخيم؟ لا وجود. لا وجود كليا. لا وجود. بدي أحكي لك شغلة تانية في بعض من المعيقات للشباب. كل الاحترام لشبابنا، يمكن في عندهم نوع من الإحباط. السبب في ذلك إنه مهما أوصل ومهما يكون إلى حضور ولذلك بروحوا ما بيختاروني أنا كشاب، بيختاروا أبوي، بيختاروا اللي أكبر مني. هاي نقطة. النقطة الثانية إنه السوشيال ميديا أخذت مساحة كبيرة من حياة الشباب، بس ممكن يستخدموها في كمان في العملية السياسية لهم. استخدمها المفروض إني استخدمها المفروض إني استخدمها بشكل جيد في العمل السياسي وبإظهار صوتي وبإظهار إني أنا موجود وبإمكاني أقول إني أنا أستطيع كشاب أنا أستطيع. بس ممكن يعني ما نعطوا الدور الحقيقي عشان برضو أنا إحنا طبعاً نحكي هذا يعني وارد. هذا وارد، هذا وارد. فعندما نحكي
في أي مجال، سواء الانتخابات أحزاب سياسية أو مجالس بلدية أو تشريعية أو ما إلى ذلك، فيجب أن نضع بعين الاعتبار الشباب. سبق وأنه اشتغلنا به، مش أطول نطفي، سبق واشتغلنا على كثير لأنه بدنا نعطي بس اشتغلنا في قبل شهرين ثلاثة على انتخابات التشريعي، وكانت من خلال القوائم. أنا كنت مبسوطة جدا أنه القوائم فيها كان نسبي لا بأس فيها من الشباب، وهذا يعني مرحلة خلينا نقول فيها نوع من التفاؤل. فكمان الشباب ما يستنوش حد يناديهم، لا، هم يبادروا من تلقاء نفسهم. يجب انهم يكونوا مبادرين، ويجب انهم يطرحوا حالهم على الطاولة انه احنا موجودين واحنا قادرين واحنا بنستطيع. طيب شكرا لكم جميعا. حاليا بدنا نعطي الدور للجمهور. احنا حكينا كثير يمكن، بس بدنا نسمع هون الجمهور، اي حدا عنده أسئلة او اي حدا عنده تعقيب، أسئلة لأعضاء الهيئات المحلية، للسيد عمر، للسيد شيماء، للسيدة إيمان، وأيضا السيدة ليلى. مين حدا عنده سؤال أو أي مداخلة؟ طيب كيف بتشوفوا المشاركة؟ يعني هون في عنا إحنا فئة شابة، وفي عنا كمان نساء، وهم يعني فئات هامة في المجتمع. كيف بتشوفوا المشاركة السياسية للشباب كفئة شباب في المجتمع الفلسطيني في الهيئات المحلية؟ بتشوفوش أهمية لهذا الموضوع؟ نتفضل، تفضلي. لحظة بس بدي أحط المايك. طيب طيب. يعطيكم العافية جميعاً، وكثير مبسوطة أني سمعتهم جميعاً. ولكن سؤالي للأستاذة ليلى، حكت عن الانتخابات في اللجنة الشعبية للمخيم الفارعة تحديداً، حكت أنه مشاركة الأشخاص بتكون فقط للمؤطرين أو المحزبين، فكان أنه سؤالي هل يشترط أنه يكون مؤطر؟ باقي الأشخاص اللي هم مستقلين أو مش مؤطرين ما بحق لهم أنهم يشاركوا في العملية الانتخابية داخل المخيم؟ شكراً. نعم شكراً. مرحبا، شكرا لكم ولاستضافتنا اليوم معاكم. انا سؤالي موجه للاستاذ عمر ولمجلس قرى وعين البيضاء. من وجهه نظركم كيف احنا ممكن نرجع نفعل مشاركه النساء بالحياه العامه، مشاركه النساء بالاطار السياسي؟ بحب اسمع من وجهه نظر الاستاذ عمر ومن وجهه نظر الاستاذه. شكرا. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في عين البيضاء. هيفاء فكهة، مدرسة في مدرسة عين البيضاء الثانوية، ورئيسة لجمعية تعاونية منذ 2007. بدي أعقب على بعض الحكي اللي صار بخصوص النساء في عين البيضاء، وأعطيه بجزء أنه مش لازم أحكي، بس لا بدي أحكي عن النساء حتى تعرفوا شو النساء في عين البيضاء. النساء في عين البيضاء نساء فاعلات، ناشطات، مشاركات، ممكن موجود بعض التحفظات، هذا موجود في كل الأماكن، في وين ما كان موجود التحفظات، وهذا بالعكس هذا أصلا يعني كل الاحترام للتحفظات. إنها المرأة ما بتحب تظهر على الشاشة، ما بتحب تظهر على التصوير، ما بتحب تظهر على بعض إنها تيجي على اجتماعات المجالس، هذا موجود وين ما كان، مش بس في عند نساء عين البيضة. نساء عين البيضة من دون 2007 تقريبا مشاركات في جمعية تعاونية، وله نشاطات كثيرة، وحصلين على كثير مشاريع واشتغلوا فيهم، وبجوز يعني أكثر من تقريبا كل أماكن الضفة وصلوها من خلال التدريبات، من خلال المعارض، من خلال النشاطات. حتى يعني قبل 3 سنين تقريبا في منتدى سيدات الأعمال اشتغلوا عندنا هنا مشاريع، وزعوا على نساء عين البيضاء بعض المشاريع وطلعوا على إيطاليا وحضروا التدريبات هناك وحصلوا على مشاريع لحد الآن شغالة. وبعض المشاريع القائمة في عين البيضاء في تربية النحل لساتها موجودة، في تقريبا 56 مشاركات في مشروع النحل. بعض المشاريع في برضو في زراعة الزعتر وتنشيف الزعتر وبيع الزعتر الأخضر برضو شغالين عليه، وإنتاج العسل شغالين عليه، واشتغلوا قبل فترة على تقريبا 8 سنوات ومشغلين على روضة أطفال للجمعية برضو اشتغلوا عليها.
المرأة في عين البيضة مشاركة جنبا إلى جنب للرجل. والمجلس هسه الأخ عمر رح يحكي لكم بخصوص المرأة في المجلس. بجوز إنه الاختيار بتم عائلي مش عن طريق إنها تكون السيدة نشيطة إنها تكون، هذا وين ما كان خلص اختيار الست إنها تكون في المجلس اختيار عائلي. هو بجوز الأفضل إنه لا، الأفضل إنه أنا أختار إنسانة نشيطة قادرة على هذا العمل إنها تكون العمل إنها تشارك في صنع القرار، في اختيار المشاريع، في اختيار الأعضاء اللي يعني بيكون أفضل. بس خلص هيك موجود، يعني هذا هو هيك الوضع عندنا في البلد. وبتوقع هذا مش بس يعني وين ما كان، على الأغلب إنه بيكون اختيار الست في عين البيضة أو في غير المناطق بيكون عائلي على الأغلب يعني. بس هو الأفضل إلا إنها تكون الإنسان تكون قادرة على صنع القرار، على الاشتراك، على في كل شيء. أنا بس إني حبيت يعني إني أحكي لكم إن المرأة في عين البيضة مرأة نشيطة وقادرة على العمل وعاملة، وبالعكس يعني نعمل جنبا إلى جنب للمجلس. يعني في كثير اجتماعات بيعملها المجلس بدعونا عليها وبنشارك فيها وبنشتغل فيها، واختيار المشاريع إحنا وياهم مع بعض بنختار المشاريع، وتوزيع المشاريع على البلد، على الأعضاء، على النساء، على الرجال، على الشباب، على الأطفال نفس الشيء. والمؤسسات اللي اشتغلت في عين البيضاء أغلبها يعني تطرقت للنساء، إلا المؤسسات البنية التحتية كانت تكون بخصوص المجلس، بينما المؤسسات الثانية اللي كانت تشتغل على النساء من أكسفام، من بناء قدرات، اشتغلت تقريبا سنوات عديدة ولا 6-7 سنوات وتشتغل في المنطقة. الهلال الأحمر نفس الإشي، عندنا تقريبا 15 متطوعة من 10 سنين موجودين مع الهلال الأحمر بيشتغلوا على الصحة النفسية، على الصحة الإنجابية، نعم، على الأمراض المزمنة. يعني تقريبا يعني مشاركات وفاعلات، يعني بتشوف انه في دور فاعل للمرأة في وجود في عين البيضة، بس ممكن ما فيش تسليط الضوء كفاية على الجانب الإيجابي للدور اللي بتقومه النساء في القرية، صحيح؟ ممكن. طيب ننتقل لسؤال آخر من الجمهور. يعطيكم العافية. بدي أحكي أنا عن مشاركة الشباب. طبعا احنا بنشوف كثير بالقوائم الانتخابيه نسبه الشباب مشاركتها قليله. طبعا ليش؟ اول شيء دائما انه الشباب، دير بالكم الشباب يعني في عندها طاقات وفي عندها ابداعات، بس ما بتشارك بالانتخابات لانه من اللي بتشوفه بالواقع انه ما حدا بدعم الشباب. ما في القوائم الانتخابيه دائما عشائريه بدنا نحكي، او كل واحد عائلته بحطوا الكبير فيها او هذا، ما بدنا. احنا دائما الشباب نسبه ضئيله او نحكي قليله منها اللي بتشارك، تمام، بتكون ما في حدا كبير مثلا او ما في عائلات بنفس القريه او بنفس المدينه، فهاي المشكله يعني كبير بتواجه الشباب فيها. طبعا احنا بنحكي ان لا يقتصر دور الشباب انه بس الشباب بدور مشاركته في الانشطه بالبلديه او المجالس المحليه، بكثير فعاليات انه الشباب مغيب عن الساحه الفلسطينيه كثير يعني. ودائما نشوف انت مراكز صنع القرار ما في شباب كثير، مراكز صنع القرار ما في حدا فيهم شباب. شو اللي بيمنع الشباب انهم يبادروا بالمشاركه؟ الشباب ببادروا، بس ما هو انت في عندك عقبات كثير قدامهم. ما خلص انه الواحد ما بحب يحكي، ما بحب يشارك، او كثير بخاف انه يطلع ويصير في عليه انتقاد، تمام، لانه عندك عشائره، عندك المدينه نفسها او المحافظه او اي حدا، تمام، بيصير انه ما في دور فعال للشباب. نيجي نحكي برضو احنا الشباب بشكل عام، النسبة الأكبر في المحافظات أو في فلسطين، نحكي دور الشباب إذا أبرزناه راح يكون في مستوى أعلى للخدمات، لأنه جيل الشباب إحنا اليوم جيلنا الكامل جيلنا واعي، مش فيش واحد، كلنا أغلبنا كلنا دارسين، ما في واحد مش دارس، اللي بتخرج وبقعد، كثير فينا عاطين العمل بس كلهم دارسين وواعيين وفاهمين شو بصير. إحنا بدنا برضو مشاركة الشباب ضمن القوائم الانتخابية ترفع او زيد نسبتها، او يعملوا يسنوا قانون، او ينزلوا برضو العمر اللي هو مشاركه الانتخابات في العمر مثلا 25 سنه، لا ينزلوا عمر برضو ل 20 سنه او اقل، بعرفش حتى يعني بالقانون ينزلوا العمر المشاركه في الانتخابات وبالشغله هاي. تمام، يعطيكم العافيه. اوقف برضو. اوكي، مساء الخير. اول شيء بنحيي صمود اخوتنا في الاغوار الشماليه وتحديدا في منطقه عين البيضاء. بدي اسال المجلس البلدي المشترك والمجلس البلدي لو سمحتوا توضحوا لنا
قديش نسبة مشاركة الشباب عندكم في منطقة عين البيضاء وفي منطقة الأغوار الشمالية أو المجلس المشترك؟ في عندكم يعني أنا شايف إن عضو مجلس بلدي صبية، هذا إشي بحفزنا، ويعني بحفزنا مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وجودهم في مناطق صنع القرار. ومنحب نعرف إذا كان عدد يعني إذا وجود الشباب كان قليل، ليش قليل في منطقة عين البيضاء؟ وكيف أهل المنطقة وأهل الأغوار الشمالية بحاولوا يزيدوا مشاركة الشباب في هالمناطق؟ شكرا. يعطيكم العافية. أنا سؤالي للأستاذ عمر كمجلس مشترك في عين البيضاء. أستاذ عمر، أنتوا حكيتوا وشرحتوا كيف النساء هون بتشارك، أو عزوف، حكيتوا برضو عن العزوف مشاركة النساء. كيف انتم خطتكم كمجلس بلدي مشترك للقرى الاربعه انه تحاولوا تعززوا صمود المواطن هون؟ وكيف هو في عندنا تحدي انه النساء هون هي الاكثر تضررا والشباب، لانه الاحتلال هون بمارس هيمنته وسيطرته بشكل اكبر. كيف انتم بتشتغلوا على تعزيز صمود المواطن، وخطتكم الاستراتيجيه اللي بتضعوها للمجلس وللفئات الاربعه، هل هي بتقوم على أساس تعزيز صمودكم وصمود النساء والشباب في الأرض؟ ويعطيكم العافية. شكرا. طيب نشوف يعني إحنا الأسئلة اللي انطرحت، في كمان مداخلة عندنا. طيب أكيد. يسعد مساء الجميع، وأنا سعيدة جدا أني ألتقي بأرض الأغوار وبهدول الكوكبة من نسائنا وشبابنا اللي موجودين. سؤالي للأستاذ عمر، أنت رئيس مجلس مشترك، يعني أنا بدي أسأل إيش أكبر التحديات اللي موجودة عند النساء أنت كمشاركتكم، وكمان إيش التحديات اللي أنت سهلتوها لحتى النساء تقدر تأخذ دورها الحقيقي باتجاه الوصول لصنع قرار وإنها تكون مشاركة فاعلة؟ لأنه الست حكت كتير تحديات أمامنا، وإحنا بنعرف إنه المشاركة السياسية للنساء بشكل عام هي في تحديات كبيرة، ولكن بالأغوار تحديات أكبر، بوجود الاحتلال، بوجود المستوطنات، بعدم وجود بنية تحتية أحياناً، وحكت إنه قديش في مشاكل حتى بالمواصلات أو بعد الأغوار هون المنطقة عن مراكز المدن. إيش الآليات اللي أنتوا عملتوها حتى إنها توصل للنساء وإنها تكون النساء فاعلة؟ وهل هناك شباب عندكم بالمجلس المشترك اللي موجودين؟ سؤال الثاني لأختي ليلى، حكت عن إنه الشباب ما إلهم مش وجود أو ما إلهم مش تمثيل داخل اللجنة الشعبية، وإنه النساء كمان دور الشابات داخل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وحكت إنه في آليات جديدة. إحنا بنعرف إنه بنهاية شهر 12 حيكون انتخابات للجان الشعبية بكل محافظات الوطن. إيش خطتكم لدمج دور الشباب وللشابات بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وخاصة وإنت يعني صانعة قرار، إنت بنت التنظيم، بنت اللجنة الشعبية، واللي اسمك يعني مسموع ودورك فعال داخل هاي اللجان؟ وشكرا. شكرا لك. طيب نبدأ بالأسئلة اللي هو انطرح مجموعة من الأسئلة. نبدأ بالأستاذة ليلى، انطرح السؤال الأول كان عن المؤطرين، خليني أحكي. المؤطرين، جزء من المؤطرين في عنا طبعا من أساس المستقلين. المستقلين أيضا لهم مساحة أن يكون في عدد أعضاء من المستقلين في الهيئة العامة للانتخابات. بالإضافة للمستقلين في عندك مؤسسات، في مؤسسات المخيم مثلا مركز نسوي الفارعة، مركز تأهيل المعاقين، مركز الشباب، الكشافي، هدول كمان بيكون محسوب حساب الهيئة الإدارية لكل مؤسسة من تمام. هذه المؤسسات. تمام. الحديث عن اللجنة الشعبية، خليني أحكي أكثر. هو أنا بحكي عن المشاركة بالانتخابات. أنا بحكي عن اللجنة الشعبية. إنه تفضلت وسألت سؤال إنه طيب اللي مش مؤطر هل بحق له أو بحق له ولا بحق لهش؟ فأنا
بحكي انه في كمان بنحط بعين الاعتبار او القائمين على الانتخابات انه المستقلين كمان لهم دور, يعني لهم مساحه من عدد الاعضاء. لكن المشكله هي يعني او شويه الاعتراض انه ليش مش كل افراد المخيم بيشتركوا في الانتخابات, وهذا في دراسه يمكن بالانتخابات القادمه ان شاء الله رح يكون الوضع ثاني. بالنسبه للسؤال, السؤال الثاني كان عن تفعيل مشاركة النساء. أيوة, تفعيل مشاركة النساء. بالفعل احنا دورنا, وخاصة في المركز النسوي اللي موجود في مخيم الفارعة, دورنا هو تحفيز الشابات وتحفيز كمان العنصر النسوي, يعني شابات مع عنصر نسوي على انهم يكونوا يشاركوا في الانتخابات. معلش بهمش انا انزل على الانتخابات وبهمش اسقط, لكن بيعرفوا انه ليلى نزلت على الانتخابات لانها هي قادرة انها تصنع شيء في لجنة خدمات مخيم كان الفارع. في سؤال انه كيف خطتكم لدمج دور الشباب والشابات في اللجنة الشعبية؟ هو نزيد عدد الشباب والشابات في الهيئة العامة. هلأ عندما نزيد عدد, يعني هلأ دورنا لازم يكون نزيد عدد الشابات والشابات, الشباب والشابات في الهيئة العامة. بعديها بتيجي المرحلة الثانية انه نحفزهم من خلال لقاءات, من خلال العائلات, انهم يكونوا هم اعضاء موجودين في لجنة الخدمات. استاذ عمر, كان في مجموعة من الاسئلة يعني سألوك عن اول اشي عزوف النساء, خطة المجلس المشترك لتعزيز هذا الموضوع, لتعزيز صمود المواطن, كمان تعزيز مشاركة النساء. يعني أول شيء أنا برد على موضوع اللي مش تحملين في موضوع التعزيز, يعني أكيد هذا سؤال يعني مش تحمليني فيه, يعني سؤال مش محله, لأنه إحنا أصلاً يعني شو خططنا, يعني إحنا مع تعزيز المواطن. هلا مش بالضرورة يكون معنى السؤال نفي, يعني هي بتسألك عن الكيفية. يعني كل مشاريعنا اللي بيكون فيها خططنا المستقبلية هي لتعزيز تفريد المواطن على موضوع النساء اللي هو سؤالك اللي بالضبط مشاركتهم وتحدياتهم. يعني انا في رايي ما فيش تحديات, يعني للمراه بشكل خاص او لا سمح الله, يعني ايش ضد النساء, بالعكس انا بشكر الاخت هيفاء على مداخلتها. لا في تحديات, وضحت كثير اشياء. احنا المراه عندنا قائمه جنبنا جنب الرجل, وعلى فكره المناطق الاغوار الشماليه انا اتحدى اذا في ست اشتغلت مستوطنه صح, بالنسبة لنا يعني كل الاحترام, يعني احنا نرفض رفض تام, زي ما احنا بتشاركنا زوجتي اللي بتشاركني في مزرعتي الشخصية, ما اوكي مفيش مشكلة, يعني انا وياها في مشروعنا الخاص, ولكن نرفض ان تعمل عند اي حد او حتى تعمل عند اي حد بشكل شخصي, يعني هذا الشيء مستحيل. يعني في احترام للمرأة, مثل ما في عندنا برضه المرأة بتعمل في الزراعة, في طالب الجامعي, في موظف زي ما حكى في مدرسي, وفي موظف في المحافظة, في موظف في الصحة, يعني عندنا نسبة تعليم عالية, في اهتمام بالمرأة, والمرأة بتشارك في الجمعيات, وإحنا شبه يومي في عندنا ستات في المجلس مشاركتهم في المؤسسات المانحة اللي بتطلب يكون دورها بعيدا عن المشاريع الاعتيادية اللي هي بنية تحتية وإلى ما شبه ذلك ما لها علاقة بوجودها. تحديات يعني أنا عارف, يعني تحديات هي بتكون بالمجمل العام بشكل شخصي بشكل عام للنساء بشكل عام, اما ما في شيء بشكل شخصي للنساء بالاغوار, يعني مثلا يكون شيء بيختص بالنساء بشكل خاص, يعني هو التحدي الموجود في كل المجتمع, يعني الفلسطيني يعني ينطبق على مثلاً مجتمعنا مثلا الأغوار. انه مجتمع مثلا ظالم او الى اخره, يعني بيمنع المراه. ولكن احنا كنا قبل شوي انه موضوع الترشح والانتخابات كان بشكل عائلي, لانه هذا بيعم على الجميع, يعني احنا لو رحنا على طوباس على المدينه نفسها مركز مديني في الاخر بده يحكمنا الطابع العائلي. اوكي مش معي انت فاضل شيء, يعني احنا هذا هي التحدي. مو حتى الشباب زي ما طلع اخونا قبل شوي بيغلب عليهم الطابع العائلي, بيرفضوا انه الشاب ينزل وبده يحطوا وجه العائله عندهم او الختيار او الى اخره. طبعا وانا بدي اجاوب هون بهمش صغير على الاخ اللي قال انه بنخاف, هذا ايش طبعا ممنوع يقول اصلا, ومش صح يقوله انه احنا صرنا نخاف نقدم خوف من النتائج. ليش تخاف انت, قدم وشارك شوي شوي. خطتنا لقدام
مجلسنا مفتوح لكل القطاعات، الأطفال والشباب، النساء، المرأة، للرجال، مفتوح للكل. بالعكس احنا بنمشي لكل القطاعات على نفس النفس. يعني مثل ما بندعم قطاع الأطفال والطفولة، هي بنبنيهم مركز ثقافي، زي ما بندعم قطاع المرأة. وقبل أيام كان معنا لقاء مع مؤسسات بتعملهم إشي خاص فيهم، زي ما بندعم قطاع الصحة والتعليم. يعني كله على نفس النفس. بالعكس احنا مع المرأة إذا تكون محفزة جاهزة في كل المواقع اللي هي طبعا ترتقي انها تكون فيها، وتكون قائمة بدورها على أكمل وجه. بدي اشكركم، بدي اشكركم جميعا. بدي اشكر الاستاذ ايضا. بدي هنا مش انوه انه مجلس عين البيضاء سواء السابق او القائمه الحاليه على الاقل 80% شباب. اي مجلس؟ يعني على الاقل 80% من اعضائهم شباب. مجلس اي مجلس؟ عين البيضاء. نعم. السابق واللي قائم القادمه ان شاء الله على الاقل 80% من شباب. يعني برضه احنا بنعزز دور الشباب وهم لهم الدور الاكثر. هذا شيء يعني محفز و شيء إيجابي. بدي أشكرك أستاذ عمر فقه رئيس المجلس المشترك للأغوار الشمالية. بدي أشكر السيدة إيمان أبو مطاوع عضو مجلس بلدي السابق لبلدية طوباس، وأيضا ليلى سعيد أسعد رئيسة اتحاد المرأة في طوباس، حدثتنا بصفتين اليوم، أيضا عضو اللجنة الشعبية لمخيم الفارع. شكرا جزيلا لكم ولكن. بهيك بنكون انتهينا من الحلقة الخاصة بمشاركة النساء والتحديات اللي بتواجهها، وأيضا سلطنا الضوء على مشاركة الشباب أيضا في المناطق، في مناطق الأغوار الشمالية تحديدا في منطقة طوباس. هذه تحيات طاقم العمل لكم، نستودعكم الله وإلى اللقاء.